بسم الله. دلوقتي انا لما اجي ارسم اي ماس، العادة بتاعي ان انا برسم على المجسم اللي تحت دوت، اقدر في اي وقت اقول له ست واغير الورك بلاي من تحت، اخليها مثلا ديت، تمام. اقول له دلوقتي انا عايز ارسم حاجه ثنائيه الابعاد، وليكن مثلا مستطيل بالشكل دوت، وبعد كده اقول له كريت فورم، هيبدا يعمل لي كريت فورم اقدر اتحكم فيها، اقدر في اي وقت اعلم مثلا على خط واحد، تمام، او الشكل دوت، واسحب زي ما انا عايز. اقدر اقول له انا عايز اعمل روتيت، فتعمل روتيت للشكل دوت، تعمل سكيل بحيث ان انت تكبر الجزء دوت، تمام. دلوقتي اقول له بقى انا عايز ارسم شكل تاني، فاقول له انا عايز ارسم ريكتانجل، مش لازم بقى هنا، ممكن في اي شكل فيهم، تمام. مجرد ان انت تقف عليه تلاقي ان هو بيرسم لك الحاجه الثنائيه اللي بعد اللي انت عايزها، وبعد كده تقول له كريت فورم، تمام. طيب الفورم ده لو انا سحبته لجوه هيطرح؟ لا، ما بيطرحش، تمام. ليه؟ هو بيعتبر ده مجسم وده مجسم تاني خالص، تمام، فما بيطرحش الاتنين من بعض. امتى يطرح؟ لو انا قلت له انا هرسم انا حاجه ثنائيه الابعاد اهيت، تمام، وبعد كده اقول له كريت فور، اعلم عليها، واروح بعد كده لي كريت فورم، هقول له انا عايز فويد فورم، فيبدا يعملها لي جاهزه للطرح من الشكل دوت. مجرد ان انا اسحب السهم دوت لجوه يبدأ يطرح بالشكل ده. يبقى انا عندي شكل اهوت فيه بروز وشكل فيه طرح من الشكل الاصلي.